أشياء غريبة تحدث أثناء الليل حينما يمتزج الماضي بالمستقبل وتتنافس المشاكل مع الحلول ويعمل الدماغ وحده. كيف يتعلم الدماغ؟ ينجز الدماغ أثناء النوم عملا هائلا قلما يلحظ كما يرى البروفيسور يان بورن في لوبيك. ما نعرفه هو أننا عندما نتلقى المعلومات، مثلا عندما نفكر في مشكلة ما قبل النوم، يقوم الدماغ باسترجاع المشكلة من جديد أثناء النوم، أي إن الشبكات العصبية التي نشطت أثناء تلقي المعلومات تعود للعمل من جديد أثناء النوم. اكتشف ذلك بالتجربة. ما النظام الكامن خلف سلسلة الأرقام الظاهرة على الشاشة؟ فكر شخص التجربة بالسؤال قبل النوم وبعده، لكن دماغه يجب أن يكون قد عمل على إيجاد الحل خلال الساعات بينهما، لأنه كما حدث لمعظم أشخاص تجربة النوم الآخرين اكتشف الحل بعد النوم، بينما كان أداء الأشخاص الذين لم يناموا بين النشاطين أسوأ بشكل بين. الدماغ وهو مركز التحكم في جسمنا لا يرتاح أبدا، إنه يعالج المعلومات القديمة ويفكر بالجديدة ويحس بالألم والفرح ويتعلم من كل ذلك، إنه مبرمج وراثيا على التعلم طوال الحياة. تتحكم بالإنسان 20 مليار خلية عصبية في الدماغ، وكل منها موصولة بآلاف من مثيلاتها، وهي تستقبل منها وترسل إليها المثيرات العصبية عبر نقاط اتصال تدعى المشابك. عندما يتعلم الإنسان يزداد عدد وفعالية الاتصالات بين الخلايا، وتتواصل الخلايا العصبية بعضها ببعض أثناء الليل، وإن يكن هذا التواصل أثناء نوم الأحلام مختلفا عما هو أثناء النوم العميق أو ما يسمى بنوم دلتا. يفيد نوم دلتا الذاكرة المعلنة بخاصة، وهي التي تعمل عندما نتعلم مفردات أو نكتسب خبرات نهارا أو تمر بنا أحداث ما، ويبدو أن هذه الذاكرة المعلنة تستفيد من نوم دلتا أكثر بكثير من نوم الأحلام، ويبدو بالمقابل أن نوم الأحلام مهم للذاكرة الإجرائية التي تتعلق بتعلم المهارات كلعب التنس مثلا أو التزلج أو الضرب على آلة كاتبة أو غيرها، أي إن المهارات الحركية والقدرة على تنفيذها بسرعة تستفيد بخاصة من نوم الأحلام. ينفصل الدماغ عن الوعي ليلة بعد ليلة ويتعلم ما يرغب فيه، ويحلم في التمكن من الإفادة بشكل واع من هذا الوقت. أولئك الذين يتعين عليهم تعلم الكثير، ألا يمكن التحايل على الدماغ والتحكم بفترة ولوجه ليلا في عوالم أخرى والإملاء عليه ما ينبغي له تعلمه؟ يمكن التلاعب بالنوم عن طريق إجراء حسابات لمراحل النوم، وعبر توقيت عملية التعلم أو عملية حل المشكلات التي تحدث قبل مرحلة النوم بفترة وجيزة، ثم تأكيد الحصول على نوم هادئ وطويل. نحن نعرف أن أينشتاين كان ينام كثيرا، وربما كان هذا هو سبب أفكاره العظيمة. هذه عبقرية صغيرة أيضا ككل الأطفال الرضع، فطاقة الدماغ الاستيعابية تكون الأكبر خلال الأشهر القليلة الأولى من العمر، وهذا ضروري جدا، إذ ينهال على الرضع فيض من الانطباعات الحسية، فعليهم تعلم ماهية اللغة وكيفية استخدام الأيدي والأقدام وإدراك كل ما يجري حولهم ومن يكونون هم أنفسهم. إنها مهمة جبارة للخلايا العصبية، وكل انطباع جديد يخلف لديهم آثارا، لكن على الآباء ألا يقلقوا من أن هذا قد يفوق قدرة أطفالهم، فالأطفال يحددون بأنفسهم سرعة التعلم. يعمل الدماغ دون كلل ويقرر بنفسه ما يتعلمه. درس باحث الدماغ مانفريد شبستر في أولم النظام الذي ترتكز عليه عملية التعلم.
هناك نظامان في أدمغتنا، أحدهما يخبرنا بما هو صعب وخطير، وما هو خطير علينا هو شيء لا نريد تكراره، وهذا هو سبب تعلمنا السريع ألا نضع يدينا على قدر ساخنة. فقد نفعل ذلك مرة لكننا لا نكررها، لأننا نتعلم أن هذا ضار بنا. هذا هو أحد النظامين، المسؤول عن العواطف السلبية والتعلم من التجارب الخاطئة. لكن لدينا نظاما آخر مسؤولا عن أشياء إيجابية، يخبرنا عندما يحدث شيء أفضل من المتوقع، وإذ يحدث ذلك يتدخل هذا النظام ويعمل على تحسين التعلم. يقوم الدماغ بمكافأة نفسه عندما يتم مهمة ما، فهو يفرز هرمونا يدعى دوبامين ينشر شعورا بالرضا في الجسم. وتكون هذه المكافأة الداخلية لشخص يتعلم أكثر قيمة وفعالية من الثناء الخارجي، وهي تؤثر في الجزء الأمامي من الدماغ، وهو الجزء الذي يتحكم بالأفكار والأفعال. يدفعنا انتشار الدوبامين إلى الرغبة في المزيد من الاكتشافات، ويجعلنا متنبهين لما يجري حولنا. فالدماغ يقودنا لاكتساب المعرفة، إنه جهاز طبيعي رائع. يقول باحث الدماغ البروفيسور شبيتسر: النظام الإيجابي نفسه الذي يدفعنا للتعلم يجعلنا محبين للاطلاع، ويسهر على أن نكتشف مناطق لا نعرفها كثيرا وبالتالي نتعرف إليها. إنما يجري في التعليم هو عليك أن تكون حيثما يمكنك أن تتعلم شيئا ما، فمن يكن حيث يعرف كل شيء فإنه لن يتعلم شيئا. لكننا نملك هذا النظام الداخلي الذي يحثنا آليا على الذهاب إلى مناطق جديدة لا نعرف فيها كل شيء. تحاول الأبحاث الدماغية أن تحصل على إجابات ممن لا يمكنهم إعطاء أجوبة بأنفسهم. إن للعين دورا أساسيا في استقبال المعلومات، فالأطفال يرون العالم بطريقة مختلفة جدا عن الكبار، كما برهنت البروفيسورة روكساندرا سريتيانو في معهد ماكس بلانك للأبحاث الدماغية في فرانكفورت. القدرة البصرية لدى الأطفال تعادل جزءا من 50 من قدرة الكبار البصرية، فساحة الرؤية لديهم أقل. إنها رؤية نفقية لا تغطي سوى 45 درجة على كلا الطرفين، كما أن رؤية العينين لا تتداخل، ويتطلب تطورها عددا من أشهر العمر الأولى، أي إن الأساس لديهم محدود جدا ويتطور مع الزمن، ولذلك لا يستغرب عجز الأطفال عن أداء مهام كثيرة. Es ist aber wichtig zu wissen, exakt was sie nicht können. So, jetzt kommt die Karte. إنهم مثلا لا يستطيعون أن يميزوا أن أحد الأشكال على اللوح مختلف عن الأشكال الأخرى، فأعينهم لا تظل مثبتة على هذه الأشكال. So, ja. Gut. Und die letzte. Kommt die letzte. Ja, schön. إنها مفاجأة للباحثين، لكن لماذا يفشل العباقرة الصغار في هذا الاختبار البسيط؟ التفسير أو الفرضية تقول إن الأطفال الرضع يولدون محملين بتعليمات وراثية مفادها انتبه إلى ما يتكرر حدوثه في بيئتك، ويعني في هذه الحال انتبه إلى مثيرات بصرية متكررة، مثيرات تتكرر وتأخذ شكلا معينا، ولا تنتبه إلى العنصر المختلف، لأن تفسيرنا ينطلق من أن الطفل يتعلم ما يتكرر أولا قبل أن يتمكن من الاهتمام بما يختلف عن ذلك. يميز الدماغ ما يحدث بشكل متكرر، وهو أمر رائع طبعا، لأنه ليس بحاجة إلى تعلم مصادفات الأمس.
لا حاجة به لتذكرها لأنها غدا ستكون مختلفة، لكن إن كان شيء يحدث كما في الأمس فسيكون منطقيا جدا أن يدركها دماغي. لا يدرك أجزاءها المنفردة بل القواعد الكامنة وراءها، لأن القاعدة تبقى في التطبيق كما هي غدا وبعد غد. وحينما أعرف 100 جزئية فقط لن يكون بوسعي إدراك ما حولي غدا، لأنني لن أعرف غدا ما تمثله الجزيئات لي. لكن الدماغ لا يحتاج في بعض الأحيان إلى أي قوانين. الأجزاء المنفردة تمكن ملاحظتها أيضا. أين كنت في الساعة 3:30 من عصر 11 من سبتمبر أيلول عام 2001؟ لكن المثير للانتباه أن ما من أحد يعرف أين كان في 11 من سبتمبر أيلول هذا العام أو العام الفائت. لماذا؟ لأن شيئا صدمنا جميعا حدث في الساعة 3:30 من عصر 11 من سبتمبر أيلول عام 2001، وهذه الأشياء التي تصدمنا سواء أكانت إيجابية أم سلبية تثير عواطفنا بقوة. إن في أدمغتنا نظاما إضافيا يعمل على ملاحظة هذه الجزيئات فورا دون حاجة إلى تكرارها. ليست هناك بيئة مثالية للجميع، بل إن الناس يبحثون على مدى طويل عن البيئة الأكثر ملائمة لاستعداداتهم. فقد كنا نعتقد أننا نولد هكذا وتعمل البيئة على شحذ كل منا، لكن هذا الاعتقاد كان خاطئا. فجيناتنا موجودة معنا مدى الحياة ويزداد تأثيرها مع الزمن، وليست البيئة هي التي تشكلنا، بل جيناتنا التي تقودنا عبر البيئة الأكثر ملائمة. ونظرة إلى تأثير الجينات خلال عمر الإنسان ترينا أنه يتزايد بدلا من أن يتناقص. وبرغم ذلك فإن الطفل بحاجة إلى مثيرات، وقد تحدث في هذه المرحلة أخطاء كثيرة وليس لدى هذه الجذان وحدها. لقد فصل هذا الصغير منذ الولادة عن أبويه ساعة كاملة 3 مرات يوميا كجزء من التجربة. يمر الجرذ الصغير بفترة من الوحدة والضغط النفسي، فهو لا يعرف ما يحدث له. الآثار على الدماغ وفقا لشرح عالمة التطور الحيوي البروفيسورة كاترينا براون. لنتمكن من أخذ البيانات من الكمبيوتر علينا أن نفرغ الدماغ والشبكات الموجودة فيه من المعلومات خلال الطفولة المبكرة، ويشكل هذا أرضية التعلم فيما بعد. ربما يمكنني أن أعدل في ذلك قليلا هنا أو هناك، إلا أن التوصيلات الأساسية تمد في الطفولة المبكرة. إن تعرض حيوان ما خلال نمو دماغه لظروف تحدي نشاط الدماغ، سيصبح تطور الخلايا والمشابك العصبية في الدماغ مختلفا عن تلك التي تنمو لدى حيوان يترعرع بأنشطة دماغية قوية أو طبيعية. يعتقد العلماء أن دماغا لا يحفز في الطفولة سيكون أقل نشاطا في السنوات اللاحقة، فالخلايا العصبية بحاجة إلى مثيرات خارجية لتتطور. ويفترض العلماء أن الدماغ الذي لا يتعلم في الصغر يفقد يوما ما الدافع للتعلم، ويتم الحصول على هرمون دوبامين من النجاح في تفادي التحديات. لذا فالآباء يفعلون الكثير بمجرد وجودهم وتعاملهم مع الأطفال.
إن من شأن تعريض حيوانات أو بشر لفترات نمو طويلة في ظروف بيئية سلبية، أي دون رعاية الوالدين وفي بيئة قليلة المثيرات، أن يجعل الخمول في دماغنا مزمنا. لقد لاحظنا ذلك لدى أطفال يكبرون بعيدا عن أوليائهم، ومتى أصبح هذا الخمول مزمنا يمكن الانطلاق من أن هؤلاء الأطفال لن يعانوا صعوبات في التعلم فحسب، بل من مشاكل نفسية أيضا. والمشاكل النفسية مرتبطة بشكل وثيق بإنجازات التعلم، لذا يمكن الانطلاق من أن تعرض الدماغ لهذا الضغط المبكر قد يدربه على أن لا يعود يستجيب للتنشيط. إن الخوف والضغط الزائد رفيقا سوء للتعلم، ولا يسري ذلك على الجرذان وحدها كما يشرح البروفيسور مانفريد شبيتسر. من يتعلم في أجواء الخوف والرعب يتعلم في الوقت ذاته الخوف والرعب أيضا، وكلما استرجع ما تعلمه فيما بعد فإنه يسترجع الخوف والرعب معه. نعرف اليوم أن الخوف والإبداع لا يتعايشان معا، فحينما تسود الصف أجواء الهزء والسخرية والسلبية قد يعلق في الأذهان شيء ما، لكنه لن يفيد في حل مشكلة ما بعد 30 عاما، لأن الخوف المرتبط بالذاكرة يطفو على السطح أيضا ويقطع الطريق على حل المشكلة. يبحث العلماء في أولم في جعل الدماغ قابلا للتحكم به وتمكين الناس من إبعاد مشاعر الخوف جانبا. داخل جهاز الرنين المغناطيسي طالب يواجه امتحانات الثانوية العامة، وهو هنا ليتعلم كيفية التعامل مع توترات ما قبل الامتحان، وسيراقب العلماء مدى نجاحه خلال فترة الدراسة التي تمتد شهرا واحدا. والغش هنا لا ينفع لأنهم ينظرون داخل دماغه. على الطالب أن يتمرن على الضمور ما بين شعور التوتر العاطفي ومرحلة الاسترخاء. إذ تعرض عليه داخل الجهاز سلسلة كلمات تضعه في حال عاطفية، وعليه أن يحاول الحد من عواطفه بمنطقه وعقله فقط. يهدف التمرين إلى جعل جزء الدماغ الأمامي مركز السيطرة الفكرية فيه يتغلب على موقع الخوف، وهما اللوزتان. وعن ذلك تشرح لنا طبيبة الأعصاب أندريا هورن. إن استطعنا أن نعرض كيفية ممارسة التحكم العقلي اللازم للسيطرة على زمام العواطف في هذه الحالة وتهدئة المشاعر، فنحن ندرب الناس بشكل فاعل ليتعاملوا بشكل أفضل مع الأوضاع التي كانوا يجدونها صعبة ومخيفة في السابق. وعندما يتمكنون من ذلك فهم يصبحون قادرين على ابتكار استعداد أفضل للتعلم أيضا. كلما كان الدماغ أصغر سنا تسهل إمكانية خداعه أكثر. لقد طورت طرائق علاجية لشفاء أطفال من استعدادات قد تجعل حياة أذكى الأطفال صعبة جدا. ويراد من إحدى الدراسات إيضاح مسألة كيف أن نقص الإدراك قد يدعم ضعفا في القراءة والإملاء، والتلفاز هنا موجود لتشتيت الانتباه فقط بينما الدماغ يركز على سماع أصوات. تهدف الأبحاث إلى إيقاف اضطراب الخلايا العصبية وجعل عسر القراءة يصبح شيئا من الماضي. البروفيسور مانفريد شبيستر يشرح ذلك قائلا: تستهدف استراتيجية أبحاثنا باستخدام مخطط كهربائية الدماغ الحصول على شارات من أدمغة أطفال دون أن يضطروا إلى الاستماع. يمكنهم المشاركة في التجربة ببساطة، ونأمل أن نتمكن من الحصول على شارات لدى أطفال في سن الثالثة لعلها تظهر لنا بعض الحالات غير السوية التي نبادر إلى معالجتها بإجراءات مناسبة في سن الخامسة مثلا، فيكون الطفل الذي لوحظ لديه ذلك الشذوذ قد عولج قبل دخوله المدرسة. يمكن فعل الكثير للأطفال، لكن ماذا عن الكبار؟
على الكبار أن يرفعوا من قدرتهم على التعلم لمواجهة تحديات الحياة، والتحديات دائمة التغير في الحياة المهنية بخاصة، لكن هل تستطيع أدمغتهم إنجاز ذلك؟ العلماء يجيبون بالإيجاب، فالكبار قد لا يتعلمون بسرعة كالصغار، لكن لديهم مخزونا هائلا من الخبرات، ولا يزالون يملكون عددا كافيا من الخلايا العصبية. ما تعلمته كطالب طب هو أن الدماغ الذي يولد معنا فيه منظومة كاملة من خلايا الأعصاب، وهي تتناقص وتموت تدريجيا ولا راد لذلك، لكن هذا أمر خاطئ. نعرف اليوم أن الخلايا التي تموت تستبدل بخلايا جديدة جيدة للتعلم، فهي تنمو حيث يحتاج إليها تماما، مثلا في وحدات كغدة قرن آمون ذات الدور الهام في الذاكرة قصيرة الأمد. فهناك تنمو خلايا جديدة تمكننا من تذكر الأشياء بشكل أفضل. المهم في الصغر والكبر على حد سواء هو التدرب، فالتكرار وحده يساعد على تمتين الروابط بين الخلايا العصبية. حتى الكبار يمكنهم أيضا أن يتعلموا مهارات فكرية وحركية معقدة أيضا. مع أن عدد نقاط الاتصال ما بين الخلايا العصبية يتقلص خلال التقدم في السن، إلا أن هذا لا يعتبر خسارة بل اصطفاء، إذ إن لدى الدماغ إمكانية لا تنضب لتنسيق المعلومات فيما بينها وتفسيرها. المواقف مهمة جدا، فلا ينبغي الخوف من الجديد، بل على المرء أن يقول يا للمتعة وحسب. تعد البحوث بمستقبل زاهر كل أولئك المنفتحين على كل ما هو جديد. وهكذا قد يبدو المستقبل. أريج الورد يخيم على شخص التجربة وعليه أن يساعده على التعلم، والباحث في النوم البروفيسور يان بورن يشرح كيفية ذلك. ليست الرائحة بحد ذاتها هي الحافز، بل الأهم هنا هو أن المعلومة التي يريد المرء استيعابها كالمفردات مثلا أو لعبة الذاكرة التي تلعب في هذه التجربة يجب أن تربط بمثير شمي معين يمكن استحضاره مجددا خلال النوم. يطلق أريج الورد بضغطة زر فيتغلغل إلى الخلايا العصبية دون أن يوقظ شخص التجربة. قلما يستطيع الدماغ منع هذا التأثير في اللاوعي، ونتائج الدراسات مشجعة، ولا علاقة لنوع العطر المستخدم بذلك. في اليوم التالي يثبت العطر تأثيره، إذ تصبح لعبة الذاكرة سهلة جدا، فقد جرى تعلمها أثناء النوم. التعلم أثناء النوم، هل هذا هو المستقبل؟ في مجتمعنا يعتبر النوم نوعا من الدعة والرفاه حيث لا يحدث فيه شيء، وعليه أن يبقى في حدود دنيا. وحينما نقنع الناس بأن النوم يساعدهم على تحسين أدائهم وزيادة كفاءتهم وإبداعهم، وإن أخذ الناس بهذا الأمر وطبقوه، يمكنني القول عندها إن النوم سيحدد مستقبلنا. كما يمكن تعبئة هذه القناعة في كبسولات، ولا يحلم بذلك العلم وحده، بل الصناعة الصيدلانية سنوات ستسيطر أقراص التعلم على السوق، حتى وإن يكن ذلك صعب التخيل. لنستمع مجددا إلى البروفيسور مانفريد شبيتسر.
سنتعايش مع أقراص التعلم كما نتعامل الآن مع الجراحة التجميلية أو حبوب منع الحمل التي غيرت حياتنا. لن تغير أقراص التعلم العالم بشكل جذري، لكنها ستغيره قليلا على الأقل. هل هذا هو الهدف؟ هل هو التعلم أكثر وإنجاز المزيد للحفاظ على الحياة في مجتمع العلم والمعرفة؟ الدماغ قادر على إنجاز أكثر من ذلك بكثير. Thank you.